وزارة السياحة تخلف الموعد مع أكبر حملة ترويجية مجانية تغنيها عن صرف الملايير في الإشارات الكلاسيكية للتعريف بالمغرب وثقافته. في الوقت الذي ذكر فيه المغرب 13 مليون مرة وسجل أزيد من 130 مليون تفاعل على محتويات باسم المغرب من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد تأهل المغرب متصدرا مجموعته إلى الثمن النهائي في مونديال قطر 2022، وتردد اسم المغرب على الملايين إن لم نقل الملايير، إلى جانب الاهتمام الغير مسبوق الذي شاح وسائل الإعلام الدولية الأكثر تأثيراً والتي أجرت العديد من التغطيات والروبورتاجات عن المغرب. أرقام واهتمام استمر في الارتفاع بعد تأهل المنتخب إلى مراحل الإقصاء المباشر، إلى أن وزارة السياحة المغربية التي تصرف ميزانيات ضخمة على الترويج والإشهار بشكل كلاسيكي غابت عن كل هذا، ولم تفطن إلى جدوى استثمار الحملة الترويجية الكبرى والمجانية التي منحها كأس العالم للمغرب لصالح قطاع جريح ما يزال يعاني من تداعيات الجائحة والإغلاق، لولا عفوية المواطنين المغاربة الذين تكلفوا بالتعريف بالبلاد من خلال عرض رموزها حاملين معهم إلى الدوحة الطربوش المغربي والجلباب والموسيقى والأهازيج والمأكولات والزغاريد المغربية، وحضرت أبلغ الرسائل عن ثقافة بر الوالدين كما يؤمن بها المغاربة، وتجولت صور اللاعبين مع أمهاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانكشف الطموح المغربي الجرف نحو النجاح، واستقبل العالم قاطبة هذه المشاهد وتداولها، بينما اكتفت وزارة السياحة ومسؤولوها بالمشاهدة فقط.